سيادة النائب محمد أبو العنين راجل خير في وجوده في المجلس أو عدم وجوده، يعني الراجل ما سابناش من ساعتها، يعني من ساعة ما احنا اللي بنشكره انه نزل، احنا اللي بنشكره لان احنا اللي ناديناه. حاج محمد نورنا الدنيا هنا، وده كان مطلب لأهل الجيزاوية، وكان في كل محفل هم بيطلبوا منا بالذات ان احنا نطلب من الحاج محمد ينزل، والحمد لله الراجل استجاب لينا في آخر لحظة. الجولة الانتخابية للمرشح على مقعد الجيزة بانتخاباتها التكميلية وصلت إلى منطقة القصبجي، وكان التأييد والدعم هو المشهد الأبرز نظرا لخدماته المتواصلة لأهالي دائرته والتي لم تتوقف، وباعتباره أحد البرلمانيين الذين يمتلكون خبرة كبيرة في معترك الحياة النيابية. الحاج محمد الله أكبر من 10 سنين، وزمان وما زال برضو الناس بتحبه، وزمان انت شايف كده كل الناس زمان انت شايف مقابلة بالحب وبالترحاب. جمعيته لأهالي الجيزة وغير الجيزة في مواسم وغير مواسم، قعد 10 سنين ما فيش انتخابات ولا دخل البرلمان، ومع ذلك بسم الله ما شاء الله خادم الجيزة بأكمالها من مشرقها لمغربها. الحاج محمد ده رصيد قديم، يعني ابن الجيزة قديم يعني، له زرعة هنا جامدة يعني. طبعا راجل خير يعني، من غير أي حاجة، نائب مش نائب، راجل خير بيعمل خير وخيره موجود والناس معترفة بيه ما بتنكرش يعني. كانت المحطة الأخيرة للجولة الانتخابية لرجل الصناعة محمد أبو العينين في منطقة مساكن ساقية مكي، حيث احتشد أهالي المنطقة معلنين تأييدهم لمرشحهم، وكان لكل منهم سببا في دعمه وتأييده ومساندته في الانتخابات التكميلية بالجيزة، معتبرين تأييده ومطالبتهم له بالترشح جاء ردا للجميع وعرفانا منهم بالدور الذي قام به تجاه منطقة الجيزة. مش أي حاجة حد عايز أي حاجة ما بيعملهاش الناس، وربنا ان شاء الله معاه وربنا يوفقه باذن الله. هو عامه احنا ابو العينين من غير اي حاجه بيعمل خدمات للبلد، فعشان كده نزلنا 30/6 كان انتصار لمصر كلها، والنهارده حلم ان الحاج محمد ابو العينين ينزل حي جنوب الجيزه. ابو العينين راجل جدع، واحنا جايين له عشان هو راجل جدع، ومن غير انتخابات ومن قبل ما يكون مرشح نفسه هو راجل جدع، واحنا ناس محظوظين ان هو ابو العينين في الدايره بتاعتنا. بامانه الناس ديت كلها عارفة وواثقة 100% ان هو ما بيقفلش بابه قدام اي حد خالص، وبيساعد الناس كلها. عايز اشكر ابو العينين عشان احنا من المحظوظين بجد اللي هو في الدايرة بتاعتنا، ما بيسيبش حد بصراحة، اليتيم والشباب وكل حاجة بصراحة. انا بشكره واحنا معاه ومكملين معاه. صلى على النبي كده، ربنا يوفقه ويستر طريقه محمد ابو العينين، ويحميه شبابه، يبعد عنه ولاد الحرام. الحاج محمد ابو العينين خيره على الناس كلها، وربنا يديله الصحة ويزيده من نعمه، واحنا وراك يا حاج محمد. احنا بنحبه كلنا، المنطقة كلها بتحبه، الدايرة كلها بتحبه، وانا بقولها من 2010 محدش خدم المنطقة غير ابو العينين. على البركة وهتبقى فل. عزم الرجال سداد.